وفكرت في حاجة اسمها الديوان السوداني في القاهرة، ويا ريت الفكرة دي تتعمم مش في القاهرة وبس، تكون في كل الدول الخارجية، لأنه أنا بعتبر إنه الفنان هو سفير السودان عشان يعكس الوجه المشرق بتاع السودان ويعكس السماحة بتاعة السودان والسودانيين في العالم. ومصر زي ما بقولوا أم الدنيا، مع إنه السودان أبو الدنيا، لكن إحنا موجودين في أم الدنيا، بنعكس عن طريق الفن والغنى الجميل، بنعكس الثقافة السودانية بتاعت سماحة الإنسان السوداني، ونعكس التطور بتاع الإنسان السوداني، ونعكس السلمية بتاعت الإنسان السوداني. وبتمنى الفكرة بتاعت الديوان السوداني دي تدعمهم إن شاء الله، والغرض منها يعني نشر الثقافة السودانية في العالم كله. طيب، موضوعنا يوم الليلة إن شاء الله حيكون التكريم بتاع أستاذنا الكبير أستاذ يوسف الجديل. سعيدة جدا ألتقيكم في قاهرة المعز في يوم استثنائي حقيقة، يعني لفت انتباهي موضوع مهم جدا إنه هذا المنتدى مسمى باسم الديوان السوداني، ونحن نعلم تماما الكرم السوداني، ونعلم تماما فخامة المعنى بتاع الديوان السوداني. فالفكرة أساسا من مجموعة طيبة من الشباب هنا في القاهرة، عايزين يعكسوا الوجه المشرق للثقافة السودانية وإحياء للتراث. أفتكر دي محمدة كبيرة جدا جدا. شكرا له للديوان السوداني بالقاهرة على هذا اللقاء اللي عملوه محمود عبد العزيز. وأنا في رأيي إنه محمود عبد العزيز ده فنان صاح ظهر ناس إبراهيم عوض ووردي، والناس بتختلف فيهم الكبار مع الصغار كلهم مختلفين. أنا في رأيي الفنان الوحيد كل الشعب السوداني كبار صغار حبوبات وجدود كلهم اتفقوا على الفنان محمود عبد العزيز. وتحياتي لقناة النيل الأزرق، ونحن الليلة في منتدى الديوان السوداني بقيادة الأخ بهاء الدين، وفي تكريم أخونا الملحن الكبير الجديل. فنحن يعني احنا جمعنا في التجمع بتاع الديوان السوداني ده، يعني تجمع جميل جدا، ويعني جامع كل الفنانين وكل الأخوان، فجلسة جميلة. وإن شاء الله يا رب يكون المنتدى ده مستمر، لأنه منتدى راقي ومحترم، وأتمنى إنه يمشي لقدام ويتقدم يعني. وشكرا. Thank you.
دعائية خاصة من قبل الشباب السوداني بالقاهرة على رأسهم بهاء الدين ومجموعته في ما يسمى بالديوان السوداني. طبعا تأسيس جديد لجسم يخص الشباب السوداني بالقاهرة، وهم اليوم يحتفون بحضوري إلى القاهرة أنا يوسف القدير، ويحتفلون بهذه المناسبة بأنه أنا حضرت إلى القاهرة في رحلة علاجية، وانتهزوا هذه السانحة بأنه يقوموا بتكريمي. وأنا سعيد جدا وأشكر كل القائمين بهذا الأمر، وهذا هو يعني دائما عودونا الإخوة السودانيين في المهجر أو في الغربة دائما بيهتموا بهذا. طبعا كرم السودانيين هو واضح جدا في أنهم يهتموا بالإخوة. فأنا يوسف القديل يعني حضرت إلى هذا المنتدى، وأنا سعيد جدا بخصوص أنه نفتكر يعني أنا جيت من السودان بغرض الاستشفاء من أو العلاج، فنفتكر أنه يعني جرعة بتاع التكريم من شباب مهتم أنا أفتكر ممكن تكون يعني هي عامل معنوي، لأنه الجانب المعنوي دائما هو أهم من الجانب أو في الجانب العلاجي الجانب المعنوي من أهم الأشياء الممكن تخلي الإنسان يستشفى. وأنا الآن بصحة جيدة